السلام عليكم يا جماعة، صباح الخير جميعا. اليوم إن شاء الله راح نكمل معكم بمساق الهيستولوجي محل ما وقفنا المرة الماضية. بس يا جماعة، الناس اللي حاضرة رجاء ذكروني بآخر 10 دقائق من المحاضرة عشان أرجع أحكي لكم عن الهيستولوجي وأرجع أحكي عن البروجكت عفوا وأرجع أحكي لكم عن الكويز. فرجاء ذكروني في آخر 10 دقائق من المحاضرة عشان أحكي لكم وما أنساش ويكون كل الجميع حاضر. تمام دكتور. تمام، نيجي هلأ للمساق اليوم، أو خليني أحكي اللي شرحناه المرة الماضية. حكينا عن السامبل بريبريشن، جبنا تيشو أو بايوبسي، هاي التيشو حضرناها، مشينا فيها في مجموعة من الخطوات، مشينا في الفيكسيشن، ثم عملنا ديهايدريشن، كليرينج، انفلتريشن اند امبيدنج. صار عندي البلوك جاهز، عملت له سكشنينج، ومن ثم صبغته في الصبغة الملائمة. فصار هلا في عندي سلايد جاهزة، هاي السلايد في عليها التيشو اللي بدي اياه، وهذا التيشو مصبوغ وفي فوقيها كفر سليب. هاي السلايد راح اصير قادرة على اني اشوفها اندر مايكروسكوب. فعشان احنا نشوفها اندر مايكروسكوب، احنا ايضا لازم نتعلم شو هم المايكروسكوبات، شو مبدأ عملهم، شو انواعهم. لانه كمان زي ما حكينا منذ البداية انه فعليا كل تحضير او كل سامبل بريبريشن او كل مادة بستخدمها لازم اخلي في عين الاعتبار او في بالي انا يعني على شو مقبلة. انا مثلا بدي استخدم الكترون مايكروسكوب في الى طريقة تحضير، انا بدي استخدم فلوريسانت، انا في مواد معينة لازم استخدمها وهكذا. ففعليا احنا عشان هندرس انواع المايكروسكوبات ونشوف هاي المايكروسكوبات بانواعها المختلفة، شو مبادئ العمل اللي بتشتغل عليها، شو وظائفها، كل واحد لشو بستخدمه وما الى ذلك. رح نبدأ باول نوع، ابسط نوع، اللي هو اكيد كلياتكم درستوه شفتوه من قبل الا ما تعاملتوا معه في المدرسة او حتى في لابات سابقة، اللي هو اللايت مايكروسكوب، او خلينا نحكي البرايت فيلد مايكروسكوب، اللي هو المجهر الضوئي البسيط اللي كلياتنا بنعرفه وتعاملنا معه شفناه في المدارس وات ايفر. هلا قبل لا افوت واتعمق احكي عن البرايت فيلد مايكروسكوب، مبدئيا بدي احكي انه في عنا بشكل عام نوعين اساسيين من انواع المايكروسكوبات. في عنا نوع اللايت مايكروسكوب او اللي هو المجهر الضوئي، والنوع الثاني اللي هو الالكترون مايكروسكوب او المجهر الالكتروني. هلا هذول النوعين تفرع عنهم، او خلينا نحكي تطور عنهم انواع اخرى. يعني مثلا اللايت مايكروسكوب رح نشوف اليوم كيف انه في عندي انواع اخرى نشأت وتطورت وصارت اكثر دقة بكثير من اللايت مايكروسكوب، ولكن مبدأ العمل الاساسي تقريبا هو نفسه، انه هاي المايكروسكوبات بتعتمد على الضوء. بالمقابل النوع الاخر، او خلينا نحكي البرانش الاخر من انواع المايكروسكوبات، هو الالكترون مايكروسكوب. ففعليا اليوم حنبدأ نحكي عن أبسط الأنواع، وبعدين حنكمل نشوف الأنواع الأخرى اللي انبثقت عن النوع الأساسي اللي هو اللايت مايكروسكوب. فالفكرة الأساسية هون اللي بدنا نعرفها بما يتعلق باللايت مايكروسكوب، إنه جميع أنواع المايكروسكوبات التي انبثقت عن اللايت مايكروسكوب هي كلياتها تعمل بنفس المبدأ، إنها تعتمد على تفاعل التيشو مع اللايت اللي موجود عندي بغض النظر شو نوعه. المهم أنا في عندي التيشو وفي عندي حزمة من الضوء أو حزمة من الأشعة، هاي الأشعة هي اللي راح تتعامل مع التيشو. بالمقابل في الإلكترون مايكروسكوب حنشوف وقت ما نشرح الإلكترون، إنه أنا عندي تفاعل بين التيشو وبين حزمة من الإلكترونات، فهذا هو الفرق الأساسي بين الشقتين. ففي البداية زي ما قلنا حنحكي عن أبسط الأنواع اللي هو البرايت فيلد مايكروسكوب. البرايت فيلد مايكروسكوب عشان نحكي عنه كثير مهم نعرف هذا الميكروسكوب كيف بيشتغل أو شو مبدأ العمل اللي بيشتغل عليه. في إله هو كتير أجزاء وكتير أشياء، بس إحنا راح يعنينا فقط أكم من جزء راح أحكيهم وأتطرق لهم وأنا عم بحكي عن مبدأ الميكروسكوب. أول شيء بدنا نعرفه إنه هذا الميكروسكوب بما إنه اسمه لايت، فإذا بيعتمد على الضوء بشكل أساسي. حيكون في عندي مصدر ضوئي موجود في داخل اللايت ميكروسكوب، وبالعادة أو خلينا نحكي في غالب الأحيان بيكون المصدر الضوئي موجود في الأسفل، بيكون بلب، يعني بيكون لمبة صغيرة. في بعض أنواع اللايت مايكروسكوبس اللي بتعتمد على أشعة الشمس بيكون في مراية بتعكس الأشعة. فبغض النظر، المهم إنه أنا حيكون في عندي مصدر ضوئي جاي من الأسفل. هذا المصدر الضوئي
راح يتوجه ويطلق الأشعة عليه. إحنا بنعرف إنه الضوء أو اللمبة وقت ما تشعل الأشعة، الأشعة حتتفرع، أو يعني خلينا نحكي حتنتشر. فعشان هيك إحنا معنيين إنه الأشعة تتركز في بؤرة معينة، تتركز على السلايد اللي أنا معنية في قراءتها، اللي أنا معنية في رؤية تفاصيلها. فعشان هيك حيكون في عندي هون عدسة اسمها عدسة الكوندنسر، أو اللي هي العدسة المجمعة. عدسة الكوندنسر أو العدسة المجمعة هي عدسة من اسمها مجمعة، فهي وظيفتها أنها تعمل كوندنسيشن، أو تعمل عملية تجميع للضوء اللي نشأ بالأساس من اللايت بالب اللي موجودة تحت. فكمان مرة اللايت بالب طلع، أو الضوء طلع من تحت، إجت الكوندنسر عملت تجميع لهذه الأشعة وجمعت لي الأشعة وركزتها على هاي البؤرة. هاي البؤرة اللي عند الستيج هاد، هون أنا بكون حاطة السلايد الخاصة فيه. يعني لو بدي أجي أرسم سلايد فعليا، السلايد هون حيكون موقعها. هون أنا بكون حاطة السلايد اللي أنا جهزتها واشتغلت عليها وعملت كل الشغل اللي اشتغلناه بالصحيح. هل هاي الأشعة التي ركزت، كمان مرة الأشعة طلعت من اللايت بالب، إجت الكوندنسر جمعتها وركزت لي إياها باتجاه السلايد. باتجاه السلايد أو الأشعة هاي راح تمر عبر السلايد. السلايد اتفقنا إنه يحتوي على تشو، والتشو تم معالجته بحيث إنه صار يعني يسمح بمرور الضوء. فبالتالي الضوء اللي أنا هون عم بركزه راح يمر عبر التشو اللي عندي، وهو مارر عبر التشو حياخد صورة عن التشو اللي هو مر عبره. فراح ياخد هاي الصورة بالأشعة، وبالتالي حيمر عبر العدسة اللي موجودة هون، اللي كنا بنعرف إنها هي اسمها العدسة الشيئية، أو اللي بطلق عليها اسم الأوبجيكتيف لينس. اسمها العدسة الشيئية أو الأوبجيكتيف لينس لأنه مباشرة بتكون موجودة هو الأوبجكت اللي أنا عم بفحصه، واللي بحالتنا هون هي السلايد. فكمان مرة في البداية عندي مصدر ضوئي، مصدر الضوئي راح يشعل لي الضوء. هذا الضوء أنا بحاجة إني أجمعه وأركزه في بؤرة معينة، فبالتالي حأستخدم عدسة الكوندنسر اللي راح تعمل على تجميع هذا الضوء وتركيزه على بؤرة السلايد أو على البؤرة اللي أنا معنية فيها. بتركيز العدسة لهذا الضوء على السلايد، ففعليا الأشعة حتمر عبر السلايد لأنه السلايد شفافة، الكفر سليب شفافة، والتيشو كمان شفاف. فبكل بساطة الأشعة حتمر عبر السلايد وعبر التيشو اللي موجود على السلايد، وحتحمل في طريقها صورة عن الشكل اللي هي مرت عبره، وراح تمسك هاي الأشعة أو راح تمسك هاي الصورة وتنتقل فيها عبر عدسة الأوبجيكتيف أو العدسة الشيئية. العدسة الشيئية أو عدسة الأوبجيكتيف هي عدسة فعليا إلها وظيفتين. الوظيفة الأولى وظيفة تكبير. أنا هذه الصورة اللي أخذتها عن التشو هي ما زالت صورة لا ترى بالعين المجردة، لأنها صورة كتير كتير صغيرة. فبالتالي أنا بحاجة إني أكبر هاي الأشعة، بحاجة إني أشوف هاي الأشعة بشكل يسمح لي برؤيته، أو يسمح لعيني خلينا نحكي برؤيته. فبالتالي الأوبجيكتيف لينس اللي موجودة هون راح تكبر الأشعة بمقدار العدسة اللي أنا بختارها. بالعادة الأوبجيكتيف لينسز اللي موجودة هون في عندي منها بيكون 4 تكبيرات، أو خلينا أحكي 4 أحجام معتادة. في يعني في أنواع لايت مايكروسكوبس عليها أكثر أو أقل من هدول الـ4 أنواع، ولكن خلينا أحكي الدارج أو أكثر أربع تكبيرات موجودين هم التالي: تكبير 4، تكبير 10، تكبير 40، وتكبير 100. فلما الأشعة تخترق العدسة، تخترق السلايد عفوا، وتوصل للعدسة، تمر عبر العدسة، في العدسة أو العدسة راح تقوم بتكبيرها إما 4 مرات أو 10 مرات أو 40 مرة أو 100 مرة، بيعتمد على أنا أي عدسة بكون حاطة أو أي عدسة أنا بكون مختارة. فالوظيفة الأولى لإلها هي وظيفة التكبير. بالإضافة لوظيفة التكبير إلها وظيفة الريزوليوشن أو زيادة الوضوح. وظيفة الريزوليوشن أو زيادة الوضوح تيكوها شوي رح نرجع لها كمان شوي، بس مبدئيا بدنا نعرف إنه الأوبجيكتيف لينس إلها وظيفتين: وظيفة الريزوليوشن أو زيادة الريزوليوشن ووظيفة التكبير. الأشعة هيك مرت عبر الأوبجيكتيف لينس، تم تكبيرها وتم زيادة وضوحها، وانتقلت انعكست عبر المرايا المختلفة لحد ما توصل في الآخر لعند العدسة النهائية اللي هي عدسة الآي بيس، أو اللي هي الأوكيلر لينس أو العدسة العينية. وقت ما الأشعة توصل لعند الأوكيلر لينز،
هاي الأشعة اللي اوريدي أنا كنت كبرتها لما مرقت على الأوبجكتيف لينز، وقت ما توصل للآي بيس أيضا حيرد، حيتم تكبيرها كمان مرة بوساطة الآي بيس أو بوساطة العدسة العينية. بس اللي بيفرق في حالة العدسة العينية عن العدسة الشيئية هم شغلتين. أول شيء التكبير اللي بتكبر لي إياه الآي بيس هو تكبير ثابت، يعني دائما 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 الآي بيس بتكبر لي الأشعة بمقدار 10 مرات فقط لا غير. في حالة الأوبجيكتيف اتفقنا إنه في عندي اختيارات من متعدد، أنا بقدر أختار إما تكبير 4 أو 10 40 أو 100. بس في حالة الآي بيس أنا فيش عندي سوى تكبير واحد فقط اللي هو تكبير 10 مرات وهو تكبير ثابت. يعني أنا كنت على فرض مكبرة هون بمقدار 4 مرات، فتلقائيا العدسة أو الأشعة لما توصل هون راح ترد تتكبر في مقدار 10 مرات، فبصير في عندي 4 ضرب 10 بيساوي 40، فبيكون التوتال ماجنيفيكيشن كان يساوي 40. أو أنا هون كنت مكبرة بمقدار 10 وهون عندي كمان مقدار 10، فصفى التوتال ماجنيفيكيشن 100 وهكذا. فالفكرة الأساسية إنه التكبير في حالة الآي بيس هو ثابت ودائما يساوي 10، بالمقابل في الأوبجكتيف لينس بيعتمد على أنا أي عدسة بستخدم، وبالغالب التكبيرات الدارجة 4 10 40 و100. هاي النقطة الأولى بدنا نحكيها على الآي بيس. النقطة الثانية إنه الآي بيس ما إلهاش علاقة في الريزوليوشن، الريزوليوشن هو المسؤول عنه فقط الأوبجكتيف. هلا كمان شوي حنيجي للريزوليوشن بتفاصيله، بس مبدئيا الأوبجكتيف لينس بتشتغل شغل ريزولفينج وشغل ماجنيفاينج، بالمقابل الآي بيس هي فقط بتشتغل عملية ماجنيفيكيشن، هي فقط تعمل عملية تكبير. فكمان مرة لو بدي أجي أطلع على مبدأ عمل اللايت مايكروسكوب اللي هو أبسط أنواع المايكروسكوبات هو كالتالي، بيجي عندي مصدر ضوئي بيكون موجود في أسفل المايكروسكوب، مصدر الضوئي راح يشعل لي الضوء، هذا الضوء بطبيعة الحال بما إنه طالع من بلب حيكون موزع أو منتشر، فأنا بحاجة إني أركزه، فعملية تركيزه حتكون باستخدام عدسة اسمها الكوندنسر أو عدسة التجميع. من اسمها عدسة التجميع، فهاي العدسة حتعمل على تجميع الضوء وتركيزه في بؤرة محددة، هاي البؤرة حتكون باتجاه السلايد اللي أنا معنية في قراءتها، فبالتالي الأشعة حتمر عبر السلايد اللي هي اوريدي شفافة، السلايد شفافة، الكفر كليب شفافة، والتيشو أيضا شفاف، فالأشعة حتمر عبر السلايد حتاخد صورة التيشو معها وحتوصل عند الأوبجيكتيف لينس. الأوبجيكتيف لينس حتستقبل هاي الأشعة و راح تعمل على تكبيرها وعلى زيادة الريزوليوشن لإلها. من ثم هاي الأشعة اللي كبرت وزادت الريزوليوشن لإلها حتنتقل عبر عدة مرايا لحد ما توصل للآي بيس. في الآي بيس هاي الأشعة اللي أوريدي أنا كبرتها في الأوبجيكتيف لينس بدي أرد أكبرها، ولكن هاي المرة تكبيرها بيكون دائما بمقدار ثابت يساوي 10 مرات. واضح المبدأ؟ في حدا عنده سؤال عن آلية عمل اللايت مايكروسكوب؟ واضح. تمام. نيجي هلا نحكي على كمان مرة على موضوع الماجنيفيكيشن. موضوع الماجنيفيكيشن بس للتأكيد، في حالة الآي بي دائما عندي التكبير بمقدار 10، بالمقابل في حالة الأوبجكتيف لينس عندي تكبيرات بمقادير مختلفة، ممكن يكون 10، ممكن يكون 100، ممكن يكون 40، وممكن يكون 4. فأنا وقت ما بدي أجي أحسب ال أكتب هون 4 40، فإذا أنا بدي أجي أحسب التوتال ماجنيفيكيشن باور، أنا راح أضرب مقدار التكبير الثابت من الآي بي ضرب مقدار التكبير اللي بحصله من أحد العدسات اللي أنا بكون بستخدمها، فإما 10 في 10 بيساوي 100، و10 في 100 يساوي 1000، أو 10 في 44، أو 10 في 40 اللي هي 400. فهاي هي الطريقة اللي بحسب فيها التوتال ماجنيفيكيشن. إذا فيش حدا عنده سؤال عن مبدأ عمل الميكروسكوب وعن التوتال ماجنيفيكيشن كيف نحسبها، بدي انتقل هلا احكي عن الريزولفينج باور او اللي هو الريزولوشن. تمام. هلا حكيت قبل شوي انه
في عندي احد الفروقات اللي موجوده ما بين الاي بيس وما بين الاوبجكتيف لينس هو قدرتهم على عمل الريزوليوشن. فعليا الاوبجكتيف لينس هي عدسه تقوم بالتكبير بالاضافه لانها بتقوم بزياده الريزوليوشن. بالمقابل الاي بيس هي فقط بتكبر ولكنها ما بتزيد الريزوليوشن. ايش يعني الريزوليوشن؟ شو اللي بقصده فعليا في الريزولفينج باور؟ وايش يعني انه الاوبجكتيف لينس فعليا تزيد لي الريزوليوشن بالمقابل الاي بيس ما تضيف؟ فعليا الريزوليوشن او الريزولفينج باور هي ببساطه، يعني اذا بدي احكيها في العربي في كلمتين، هي القدره على التوضيح. عملية الريزوليوشن أو الريزولفينج باور هي عملية بتم عن طريقها، أو خليني أحكي الريزولفينج باور إن جنرال هي قدرة الميكروسكوب على قديش يوضح لي تفاصيل أو ديتيل موجودة في التيشو اللي عندي. يعني مثلا أنا لما أحكي إن اللايت مايكروسكوب الريزولفينج باور لإله يساوي 2 × 10 مايكروميتر، هذا الإشي يعني إنه اللايت مايكروسكوب قادر يفرجيني تفاصيل بداخل هذا التيشو، هاي التفاصيل يبعد بيناتها على الأقل 2 × 10 مايكروميتر. يعني لو أنا كان في عندي two objects موجودين في التيشو، هذول two objects المسافة بيناتهم 2 × 10 مايكروميتر أو 3 × 10 مايكروميتر، ففعليا أنا باستخدام اللايت مايكروسكوب قادرة على إني أميز إنه في عندي two objects وقادرة أشوف هذول two objects، لأنه المسافة اللي بيناتهم اللايت مايكروسكوب، أو خلينا نحكي الريزولفينج باور اللي بيقدم لي إياها اللايت مايكروسكوب، قادر إنه يفرجيني هذول التو أوبجكت على إنهم تو أوبجكت منفصلين. بالمقابل لو أنا في عندي تو أوبجكت، هذول تو أوبجكت المسافة بينهم فقط 1 × 10 مايكروميتر. 1 × 10 يعني أقل من قدرة اللايت مايكروسكوب على الريزوليوشن. فبالتالي هذول التو اوبجكت فعليا باستخدام اللايت مايكروسكوب مش راح اقدر اشوفهم انهم تو اوبجكت منفصلين، راح اشوفهم على انهم اوبجكت واحد. مش راح اقدر اميز هاي المسافه القصيره جدا اللي موجوده بيناتهم، لانه بكل بساطه اللايت مايكروسكوب الريزوليوشن لإله ما عندها القدره على انها تفرجيني اقل من 2 × 10 مايكروميتر. فكمان مرة الريزوليوشن أو الريزولفينج باور هي قدرة المايكروسكوب على يفرجيني ديتيلز أو تفاصيل معينة. في حالة اللايت مايكروسكوب الريزولفينج باور أو الريزوليوشن لإله تساوي 2 × 10 مايكروميتر. يعني اللايت مايكروسكوب قادر على إنه يفرجيني two objects منفصلين عن بعض المسافة بيناتهم على الأقل 2 × 10 مايكروميتر. إذا كانت المسافة بينهم أقل من 2 × 10 مايكروميتر، ففعليا مش راح أقدر أشوف هدول two objects على إنهم objects منفصلين. هاي نقطة. النقطة الأخرى هي موضوع الثيكنس. يعني في عنا objects موجودة في الخلايا الثيكنس لإلها، أو خلينا أحكي خمولها يعني، أو الثيكنس لإلها أقل من 2 × 10 مايكروميتر. هاي الأوبجكت اللي بيكون الثيكنس لإلها أقل من 2 × 10 مايكروميتر، أنا باستخدام اللايت مايكروسكوب مستحيل أقدر أشوفه، مثل مثلا بعض أنواع الفايبرز، أو مثل مثلا ال مثل مثلا ال RNA. صح دكتورة، سامعك؟ ايه بحكي انه مثل الميتوكوندريا. مش عارفة صراحة قديش الثيكنس لإلها، الثيكنس لإلها أقل من 2 بالعشرة، أنا مستحيل أقدر أشوفها باستخدام اللايت مايكروسكوب. فبشكل عام إذا كان في عندي أوبجكتس، أو إذا كان في عندي أورجانيلز أو وات إيفر في داخل اللايت مايكروسكوب، أو عفوا في داخل التيشو اللي عندي، وجيت أشوفه تحت اللايت مايكروسكوب وكان الثيكنس لهذا الأوبجكت أقل من 2 بالعشرة، فأنا مش راح أقدر أميز الأوبجكت أساسا، لأنه اللايت مايكروسكوب ما بيوفر لي ريزوليوشن أو ريزولفينج باور كافية إنها تفرجيني هذا الأوبجكت. يعني أبسط مثال عشان هاي الفكرة توضح، إني أنا مثلا لو كنت واقفة في غرفة كبيرة، أو في غرفة صفية مثلا، وفي طرف الغرفة ماسكة شعرة، وعلى الطرف الآخر في شخص موجود، هل الشخص اللي موجود في الطرف الآخر من الغرفة قادر إنه يشوف هاي الشعرة؟ فعليا ما بيقدر يميزها، لأنه الريزوليوشن اللي عنده في عينه ما بتقدر تميز لي هاي الشعرة من على هذا البعد. فنفس الفكرة هون، إنه الثيكنس لهاي الأوبجكت في التيشو
ما بتقدري ريزولفينج باور لللايت مايكروسكوب تفرجيني اياها اذا كان الثيكنس لإلها اقل من 2 بالعشرة مايكرومتر. اذا كان اعلى من 2 بالعشرة مايكرومتر فانا بقدر اشوفها باستخدام اللايت مايكروسكوب. فكمان مرة الريزولفينج باور بتقدر تميز لي شغلتين. اول شيء لازم تكون المسافة أو يعني عشان أقدر أشوف الأوبجكت إنه أوبجكت منفصل، أو مثلا عندي تو أوبجكت عشان أقدر أميزهم إنهم منفصلين عن بعضهم البعض، لازم أتليست المسافة بيناتهم تكون 2 بالعشرة مايكروميتر فأكثر. إذا كانت أقل من هيك أنا ممكن أشوف هدول الأوبجكت ولكن بشوفهم كون أوبجكت مع بعض. النقطة الثانية، في حالة الثيكنس الاوبجكت عشان اقدر اشوفه باستخدام اللايت مايكروسكوب لازم الثيكنس له يكون 2 بالعشرة مايكرومتر فاعلى. اذا كان اقل من هيك انا ما بقدر اشوفه باستخدام اللايت مايكروسكوب، لان اللايت مايكروسكوب بكل بساطة ما عنده القدرة على انه يشوف اجسام الثيكنس لها اقل من 2 بالعشرة مايكرومتر. واضحين هذول النقاط؟ في حد عنده سؤال عن موضوع الريزوليوشن لحد الان؟ دكتور، أنا تفضل. دكتورة، مدام الثيكنس مش لازم يكون أقل من 0.2 مايكروميتر، طب صح إحنا بنقطع السلايد بنقدر نحدد الثيكنس لها؟ هلا انت بتحدد الثيكنس للتيشو اللي بدك تحطه على السلايد، تمام؟ بس انت حتى ولو انت ما يعني جوا جو انا المقصود عندي جوا التيشو اللي عندي، يعني انت قد ما تقطع التيشو بتقطع ثيكنس او يعني بتعمل ثيكنس للتيشو، بس هذا الثيكنس طبعا اكبر من الثيكنس للتيشو اللي موجوده جوا او للاوبجكت اللي موجوده جوا التيشو اللي عندي. يعني أنا عم بحكي فعليا عن 0.2 مايكروميتر، تمام؟ مايكروميتر هاد قدرة ال أو الريزولفينج باور لللايت مايكروسكوب. في حالة السكشننج اللي احنا بنعمله، احنا في يعني في اقصى الحالات اللي هو في حالة الالكترون مايكروسكوب احنا بنقطع بحد 1 مايكروميتر، فهو بضله ايش ماله اعلى فعليا من الريزولفينج باور لللايت مايكروسكوب، فانا بقدر اميزه بكل سهولة. وضحت؟ تمام، استنى تفضل يا معتصم. دكتورة. يعني النقطة الأولى إنه إذا كان المسافة بين مثلا جزئين 0.2 مايكرومتر ولا حجمه؟ المسافة تمام، يعني أنا لو عندي مثلا بدي أفترض عندي 2 جولجي أباراتس، التنين موجودين جنب بعضهم البعض، المسافة التي تفصلهم 2 بالعشرة مايكرومتر أو 3 بالعشرة مايكرومتر، فأنا في استخدام اللايت مايكروسكوب راح أقدر أميز إنه أنا في عندي 2 جولجي أباراتس، لأنه بكل بساطة اللايت مايكروسكوب قادر يميز لي هاي المسافة. بس لو هدول تو جولجي أباراتس مثلا موجودين جنب بعض ولكن المسافة التي تفصلهم مثلا 1 بالعشرة مايكرومتر، فأنا بهاي الحالة راح أشوف إنه في عندي جسم مجسم كبير، بس مش راح أقدر أميز إنهم مجسمين منفصلين. وتحط تمام، شكرا دكتور. في حدا يا جماعة عنده أي سؤال آخر؟ تمام. في نقطة أخرى related لموضوع ال resolving power بدنا نحكيها، اللي هي بما يتعلق في العدسات. حكينا إحنا إنه ال objective lenses هي اللينسز اللي عندها القدرة على زيادة ال resolution. هذا الإشي يعني إنه فعليا بدون ال objective lens العدسة العينية ما فيش شيء لها فائدة، لأنه أنا ما بيعنيني إني أنا أقعد أكبر الصورة بدون ما أحصل وضوح. إيش يعني؟ يعني بمثال أقرب لإلكم، في السنوات السابقة قبل لا تطلع الجوالات الحديثة هاي والتاتش، كان في جوالات تحتوي على كاميرات، وهاي الكاميرات كان من الممكن إني أنا أعمل فيها زوم، بس هذا الزوم كان في أغلب الأحيان يعمل زوم زوم زوم، بس في لما بدي أجي أطلع على الصورة شو يعطيني؟ يعطيني صورة مبكسلة، يعطيني مربعات، لانه فعليا انا كنت عم بكبر ولكن ما كنتش عم بزيد الريزوليوشن. ففعليا الريزوليوشن او عفوا التكبير او الماجنيفيكيشن ما فيش له اي فائده
إذا ما كان مترافق مع الريزولوشن. فعشان هيك أنا جودة اللايت مايكروسكوب عندي اللي بحدد لي إياها جودة الأوبجكتيف لينسز. إذا كانت الأوبجكتيف لينسز منيحة الريزولوشن فيها عالي فهذا اللايت مايكروسكوب منيح. إذا كانت الأوبجكتيف لينسز مش منيحة أو الريزوليوشن فيها علة فبالتالي هذا اللايت مايكروسكوب مش منيح. لأنه كمان مرة أنا الماجنيفيكيشن بدون ريزوليوشن لا يعني لي أي شيء. لازم الماجنيفيكيشن يكون متصاحب مع الريزوليوشن عشان أنا أقدر أشوف الديتيلز جوا التشو. فالماجنيفيكيشن مهم ولكنه لا يساوي شيء بدون ريزوليوشن اللي بيوفر لي إياه الأوبجكتيف لينس. فعشان هيك احنا جودة المايكروسكوب عندنا اللي بحدد لي اياه الاوبجكتيف لينس وليس ال اي بي. واضحة؟ واضحة دكتور. تمام. في حدا عنده سؤال عن اللايت مايكروسكوب او عن النقاط اللي حكيناها؟ دكتورة يعني احنا كنا ما احنا بتصير عندنا ريزوليوشن. بس غلبك علي صوتك ما عندي شكله ما لها اشي. كل ما احنا زدنا التكبير احنا بتزيد عندنا الريزوليوشن. ال objective بس في حالة الاي بيس لا، الاي بيس اصلا تكبيرها ثابت واصلا هي ما بتزيد لي ريزوليوشن. بس في حالة الاوبجكتيف لينسز انا كل ما زدت التكبير كل ما زاد عندي ريزوليوشن. يعني انا لما استخدم العدسة 10 غير تكبيرها والريزوليوشن لها اعلى من العدسة 4. وكل ما كان إنه قدرة الميكروسكوب إنه يميز بين يعني أقل مسافة ممكنة بين الجزيئات بيكون الريزوليوشن إلها أوضح، صح؟ وعشان هيك احنا بنعتبر الالكترون مايكروسكوب كثير احسن من اللايت مايكروسكوب لانه قدرته على الريزوليوشن كثير اعلى. بيقدر يميز لي ما بين التو اوبجكتس يعني بفروقات بالنانوميتر. بس اللايت مايكروسكوب زي ما حكينا هي قدرته تساوي 2 بالعشرة مايكروميتر. في حدا عنده سؤال اخر يا جماعة؟ تمام. احنا هيك بنكون حكينا عن البرايت فيلد مايكروسكوب بتفاصيله. بس في نقطة أخيرة بدي أحكيها اللي هي على موضوع الآي بيس. بالآي بيس أو خلينا نحكي اللايت مايكروسكوب اللي موجودة عندنا أو اللي أغلبنا شافها أو تعامل معها هي بالشكل اللي شفناه أو بالشكل اللي موجود عندنا على الصورة. في تطوير حديث ضافوه ممكن مش موجود عندنا أو موجود أكثر في دول برا، انه فعليا هاي الصوره اللي بتطلع على الاي بيس صاروا يضيفوا عليها كاميرا، انه يعني بقدر اخذ صور بشكل مباشر للتيشو اللي موجود عندي بحيث انه الصوره اوريدي بتطلع مباشره على الديجيتال كاميرا فبقدر اصور فيديو او اصور او اخذ سكرين شوتس يعني. فهاي هي اضافه موجوده على اللايت مايكروسكوب ولكنها يعني ممكن مش متوفره عندنا في البلد. فهاي الإضافة اللي أحكي عنها. وبما يتعلق في الريزولفينج باور أي ثينك إنه حكينا عن كل إشي. أوكي يا جماعة، إذا ما في حدا عنده أي سؤال آخر بما يتعلق في البرايت فيلد مايكروسكوب بدنا ننتقل عن النوع الثاني من أنواع الميكروسكوبات اللي هو الفيرتشوال مايكروسكوب. الفيرتشوال مايكروسكوب من اسمه فيرتشوال يعني افتراضي. فيرتشوال مايكروسكوب يعني المايكروسكوب الافتراضي. في هذا المايكروسكوب اسمه افتراضي يعني انا في اشي عندي يفترض، في اشي مش حقيقي، في اشي مش واقعي. هذا المايكروسكوب هو بمبدأ عمله اني انا بقدر استخدمه لرؤية سلايدز. هاي السلايدز بتكون unstained slides يعني سلايدات بحضرها وبجهزها وكل إشي ولكني ما بصبغها، تكون سلايدات غير مصبوغة. هاي السلايدات غير المصبوغة أو شو اللي بيعمل لي هذا المايكروسكوب؟ إني أنا بجيب هاي السلايد غير المصبوغة وبحطها على المايكروسكوب. فهذا المايكروسكوب بيصير تلقائيا، طبعا أنا بكون في عندي يعني داتا سيت وأنا بكون قادرة أدخل معلومات للمايكروسكوب، أحكي له مثلا إني هذا التيشو أخذته مثلا من ليفر، هذا السكشن مثلا الفلاني، يعني بكون قادرة أدخل له مجموعة من المعلومات. فهو تلقائيا هذا المايكروسكوب وقت ما يشوف الانستين تيشو اللي موجود
حيقدر يعطيني صور افتراضية إنه هذا التيشو سيكشن لو تم صباغته كيف حتطلع الصورة النهائية. كمان مرة، الفيرتشوال مايكروسكوب اسمه المايكروسكوب الافتراضي. بقصد بالافتراضي إنه هذا المايكروسكوب قادر على إنه يزودني في صور افتراضية، صور غير حقيقية للتيشو سيكشن اللي عندي. يعني أنا قادرة إني أجيب تيشو سيكشن، هذا التيشو سيكشن يكون غير مسبوق، أكون حضرته، عملت له فيكسيشن وسامبل بريبريشن كل الخطوات، وعملت سيكشنينج وحطيت التيشو على سلايدر، ولكن ما مشيت في خطوة الستيننج. جبت هاي السلايدر غير المصبوغة وحطيتها تحت الفيرتشوال مايكروسكوب. الفيرتشوال مايكروسكوب بناء على الداتا اللي عنده، بناء على السيرفرات اللي موجودة عنده، الأشياء المخزنة مسبقا، بيقدر يفترض لي إنه فيما لو هذا التيشو سيكشن تمت صباغته شو النتيجة اللي راح يعطيني إياها. فعشان هيك اسمه فيرتشوال، لأنه هو فعليا يقوم بالافتراض إنه ما لو هذا التيشو سيكشن صبغ شو النتيجة اللي بدها تطلع عنه. ويعني أقرب طريقة عشان تقدر تتخيل شو آلية عمل هذا المايكروسكوب، اللي هي البرامج اللي موجودة على جوالاتكم، السناب شات والإنستغرام، كيف الفلترات اللي موجودة فيها، كيف ممكن الشخص يكون مش حاطط على وجهه إشي، أو مثلا مش حاط ميك اب ولا إشي، يمسك الجوال أو يمسك الكاميرا ويفتح على فلتر معين، فتلقائيا الفلتر يفترض انه هذا الشخص لو حط ميك اب كيف بدها تطلع صورته. طب يعطيني صورة افتراضية عن هذا الشخص. فنفس الشيء هذا المايكروسكوب، هو يفترض انه هذا التيشو سيكشن لو انا صبغته نتيجة الصبغة كيف راح تكون، فراح يعطيني صور يفرجيني انه هذه الجزئية لو انا صبغتها حتعطيني اللون الفلاني، وهذه الجزئية حتعطيني اللون الفلاني، وهكذا. فبالتالي انا بقدر احصل منه مجموعة من الصور، هاي الصور اللي بحصلها بتكون صور مصبوغة، ولكنها مصبوغة بشكل افتراضي، انه هو بناء على الداتا اللي عنده بيفترض انه هذا التيشو مثلا لو صبغته حيعطيني اللون البيربل، هذا لو صبغته في الصبغة الفلانية حيعطيني اللون اللي مش عارف ايش، وشكله بيكون هيك. فقادر انه يعطيني مئات الصور عن التيشو اللي موجود عندي ولكن بشكل افتراضي. وضحت هاي النقطة؟ في حدا عنده سؤال عن الـ Virtual Microscope؟ تمام. هلا هذا المايكروسكوب فعليا زي ما انتم شايفين بيوفر علي وقت عملية الصباغة، ففعليا هو أسهل في الاستخدام وممكن تكلفته أقل، ولكن هذا النوع من المايكروسكوبات على حد علمي إنه مش متوفر عندنا في البلاد، ولكن في بلاد برا بيحكي لي انه فعليا بسبب انه تكلفته مش كتير عالية وبسبب سهولة استخدامه، هذا النوع بدأ في استبدال اللايت مايكروسكوب، يعني بلشوا يعتمدوا عليه بدل ما يستخدموا اللايت مايكروسكوب من الأساس. في حدا يا جماعة عنده سؤال لحد هون؟ لا دكتورة، كله واضح. نيجي هلأ على نوع آخر من أنواع الميكروسكوبات اللي هو الفلوريسانس مايكروسكوب. الفلوريسانس مايكروسكوب أو اللي هو الميكروسكوب الإشعاعي، اللي هو بيعتمد على مبدأ الإشعاع. مبدأ الإشعاع كلياتنا أخذنا في المدارس أو مر علينا في المدارس، اللي هو المبدأ الإشعاع اللي بالفيزياء اللي بينص على التالي، إني أنا لو هيجت جسم معين، هذا الجسم راح يعني نتيجة لعملية الإراديشن أو عملية التهييج اللي وجهت له إياها، راح يقوم بإشعاع يعني مقابل التهييج اللي أنا هيجته إياه. فهذا الإشعاع اللي راح يقوم فيه هو الإشعاع اللي أنا راح أشوفه، أو هو تعريف الفلوريسنس بشكل عام. يعني هو شو حاطط لي في البداية؟ حاطط لي تعريف الفلوريسنس أو تعريف الإشعاع، إنه when certain cellular substances are irradiated by light of a proper wavelength they emit light with a longer wavelength. إنه فعليا في عندي مجموعة من الصبغات راح أستخدمهم بتكون خاصة لهذا النوع من الميكروسكوبات. في هذا النوع من الصبغات أنا راح أهيج الصبغة أو راح أهيج المواد اللي موجودة في الصبغة، نتيجة لتهييجي لهذه المواد الصبغة راح تشعل لي ضوء، أو راح تعطيني ضوء أو ألوان. هاي الألوان بتكون الويف لينك لإلها أو طول الموجي لإلها أطول من الطول الموجي اللي أنا هيجتها فيه.
كيف هذا الميكروسكوب فعليا بيشتغل؟ هذا الميكروسكوب زي ما اتفقنا هو أحد الأنواع التي تفرعت عن اللايت مايكروسكوب. هذا الميكروسكوب تفرع عن اللايت مايكروسكوب، ولكنه المصدر الضوئي اللي عنده مش مصدر ضوئي عادي، يعني هو ما بيستخدم اللايت بولب، هو بيستخدم نوع أشعة اليو بي لايت أو اللي هي الألترا فايولت لايت. اللي بيميز هاي الأشعة والأشعة المماثلة لها إنها أشعة قادرة على عملية التهييج، قادرة إنها تعمل الراديشن لسبستانسز معينة. يعني لو أنا أشعة اليو بي لايت وجهتها على بعض السبستانسز أو بعض المواد الخاصة، فعليا هاي المواد ممكن إنها تتهيج بسبب إنه اليو بي لايت إجت عليها. فالمصدر الضوئي في الفلوريسنس مايكروسكوب هو اليو بي لايت، لأني أنا بدي أهيج بعض المواد المعينة. نقطة أخرى، الصورة النهائية اللي بتطلع عندي في اللايت مايكروسكوب أو عفوا في الفلورسنس مايكروسكوب بتكون صورة بلاك سكرين، الشاشة بتكون سوداء، والأشياء اللي أنا هيجتها أو الأجزاء اللي أنا بدي أشوفها اللي أنا صابغتها هي فقط الأجزاء اللي عم تظهر. يعني اللي احنا بنعمله في حالة بدي استخدم فلوريسنس مايكروسكوب، انا مثلا معنية اني اصبغ النيوكليوس، معنية اني اصبغ النواة، بروح بجيب صبغة، هاي الصبغة يعني من الممكن انها تتهيج باستخدام الفلوريسنس مايكروسكوب او باستخدام اليوفي لايت. بجيب هاي الصبغة بصبغ فيها فقط النواة، بروح بحط السلايدر بداخل الفلوريسنس مايكروسكوب وقتها وبشغله، اليو بي لايت راح تهيج لي الصبغة اللي موجودة على النيوكليوس. وقت ما الصبغة اللي موجودة على النيوكليوس بتكون تهيجت، فعليا راح يعني على مبدأ الإشعاع شو راح تعمل؟ راح تشعل لي ضوء آخر بطول موجي أعلى، هذا الضوء اللي راح تشعل لي إياه راح أنا أشوفه. فبالتالي هي شو بتكون ضوت؟ بتكون ضوت مكانها اللي هو المكان اللي أصلا رابطة فيه اللي هو مكان النيوكليوس، فأنا بكون قادرة إني أشوف وين النيوكليوس موجودة. فبتكون عندي النتيجة النهائية البلاك سكرين، كل التيشو أو كل الخلية تكون بلاك، والجزء الوحيد اللي ضاوي هو جزئية النيوكليوس. فالفلورسنس مايكروسكوب بيعتمد على هذا المبدأ، إني أنا بجيب صبغات خاصة بصبغ فيها الجزء اللي أنا معنية فيه، هذا الجزء وقت ما أصبغه بروح بوجه السلايد على أو بحط السلايد في داخل الميكروسكوب، المصدر الضوء اللي عندي اللي هو اليو بي لايت او ما يشبه اليو بي لايت راح يقوم بعملية الراديشن للصبغة اللي موجودة عندي، راح يقوم بعملية الراديشن او تهييج للصبغة. الصبغة كردة فعل راح هي ايضا تقوم في اشعاع جزء من الضوء بطول موجي اعلى، فالضوء اللي راح تشعل لي الصبغة هو اللي انا راح اشوفه، فهو اللي راح يظهر عندي. فاذا انا كنت صبغة مثلا الميتوكوندريا اللي راح يظهر عندي انه في عندي ميتوكوندريا، إذا أنا كنت صابغة مثلا النيوكليوس اللي الضوء اللي راح يضوي عندي راح يفرجيني إنه هون في نيوكليوس وهكذا. ففعليا هو بيعتمد على مبدأ الإشعاع اللي بيقوم في الصبغة. عشان هذه النقطة توضح أكثر، من أبرز الأمثلة العملية المستخدمة في الفلورسنت مايكروسكوب عندنا في البلد هو مستخدم في مجال الاي بي اف أو في مجال الان فيترو فيرتيلايزيشن أو اللي هو أطفال الأنابيب. في مجال الان فيترو فيرتيلايزيشن او اطفال الانابيب، كثير من الناس بتيجي بتطلب مثلا تحديد جنس، او بتيجي بتطلب انه مثلا الناس اللي بيكون عندهم مشاكل في الانجاب لحد الاربعينات مثلا بيكونوا خايفين انه الاطفال اللي ينجبوهم يكون مثلا داون سيندروم، فبيجوا بيطلبوا انه بدهم الطفل يكون داون سيندروم فري. فبالتالي شو اللي بيعملوا في هاي المراكز؟ انهم بيخصبوا الجنين، بعد ما يخصبوا الجنين ويبداوا الخلايا عندنا في التشكل، بياخذوا خليه من هذا الجنين وبيفحصوها. شو بيعملوا؟ بيروحوا بيفحصوا الدي ان ايه اللي موجود فيها. فمثلا اذا هذا الشخص طالب انه البيبي بده اياه يكون داون سيندروم فري او ما فيش عنده داون سيندروم، شو بيعملوا؟ بيروحوا بيجيبوا صبغة مختصة لصباغة فقط كروموسوم رقم 21 وبيصبغوا فيها كروموسوم رقم 21. فإذا الصبغة أعطتني يعني خلص جهزت السلايد وكل إشي بدي أشوفها تحت الفلورسنت مايكروسكوب، فإذا نتج عندي مثلا ثلاث إشعاعات، فأنا هيك بعرف إنه فعليا هذا الطفل أو هذا الجنين لأنه خصبته هو داون سيندروم، لأنه في عندي 3 نسخ من الكروموسوم 21. أو إذا نتج عندي مثلا نسختين فأنا بعرف إنه هذا الجنين فقط سليم. أو مثلا
إذا بدهم يعملوا sex selection، معنيين على سبيل المثال إنه يكون في عندهم ولد، أو بدهم الجنين هذا يكون ولد، فأنا شو بروح بصبة؟ بروح بصبة كروموسومات الإكس والواي، فبشوف إذا مثلا طلع في عندي كروموسومين إكس، فأنا بعرف إنه والله هذا الجنين بنت. إذا في عندي مثلا إكس واي، بعرف إنه هذا الجنين ولد. إذا طلع مثلا إكس إكس واي، بعرف إنه هذا الجنين أبنورمال، وهكذا. ففعليا من المجالات المستخدمة في الفلوريسنت مايكروسكوب، والفلوريسنت مايكروسكوب يستخدم كثير في مجال البي جي دي، في الاي في اف، عندنا في البلاد. وضحت فكرة الفلوريسنت مايكروسكوب؟ واضحة دكتورة. دكتورة بس سؤال، اليو في بيكون الطول الموج لها أعلى ولا أقل؟ يكون اقل من اللي بده، يعني اقل من طول الموج اللي راح ينشأ. يعني دائما الاشعة اللي بتطلع من الصبغة هي اللي بتكون طول الموجة اللي لها أعلى، يعني أعلى من اليو في لايف، بحيث إنك أنت تقدر تشوفه. اليو في إحنا ما بنقدر نشوفه فعليا. تقدر تكون مرئية صح دكتورة بالمجال المرئي؟ الأشعة اللي راح نشوفها، بس اليو في هي غير مرئية بالنسبة لنا. تمام؟ دكتورة بدي أسأل إشي تمام شوي دكتور. بعيد عن الميكروسكوب. أسأل؟ تفضلي. إيه هلأ لما إذا طلع عنده متلازمة داون، هذا البيبي اللي بيعملوا فيه تمام. بكبوه ولا بيكملوه؟ لا، بيعملوا له ديسكارد، خلاص شو بدهم فيه؟ يعني هو ابنورمال في الاخر. وطبعا يعني يعني بيراجع للاهل، يعني بخبروا الاهل شو طلع عندهم، والاهل هم اللي بيقرروا. بس اكيد يعني ما في اهل بيقرروا انهم يرجعوا الطفل داون سيندروم. بس ما هو راح دكتورة. احنا حاليا لسه ما زلنا في المراحل الاولى، في مرحله المختبر، يعني احنا عم نتعامل مع خلايا فقط. يعني في هذيك المرحلة أنت بتكون عم تتعامل مع خلايا بيوصل عددها مثلا 20 خلية، إشي زي هيك. يعني أنت لسه مش عم تحكي عنه إمبريو حتى. تمام يا جماعة، في حد عنده سؤال آخر عن الفلوريسنس مايكروسكوب؟ يعني قصدي دكتورة الضوء المنعكس عن الجزء اللي أنا سلطت عليه الضوء الغير مرئي، بده يكون أكيد في نطاق الضوء المرئي صح؟ عشان أقدر أشوفه. طبعا طبعا بكون في نطاق الضوء المرئي. مستني هلا دكتورة حكيت تذكرك عشان تحكي على الامتحان والمشروع. خلص الفلورسنت مايكروسكوب واحكي عنه نقطة، بس نقطة أو نقطتين أخيرات بدنا نحكيهم عن الفلورسنت مايكروسكوب، اللي هو عن أنواع الصبغات اللي ممكن أستخدمها في هذا المجال. في عندنا صبغات زي ما قلت بتكون مختصة، بحيث إني أنا وقت ما أوجه على اليو بي لايت بيتم تهييجها، وبالتالي هي بتشعل لي أشعة مرئية. من الأمثلة على هاي الصبغات صبغة بيطلق عليها اسم الأكريداين أورنج. هاي الصبغة قادرة على إنها تصبغ لي النيوكليك أسيدز إن جنرال، تصبغ لي دي إن إيه، وتصبغ لي آر إن إيه. بس بالمقابل في صبغات أخرى مختصة في صباغة فقط الدي ان ايه، مثل صبغة الدافي وصبغة الهيوشيس. هدول صبغات بيصبغوا لي فقط الدي ان ايه. فإذا أنا يعني الصبغات فعليا المستخدمة مثلا في مجال الاي بي اف هي صبغة الدافي، انهم بيصبغوا مثلا فقط ال 21 كروموسوم، او بيصبغوا فقط الاكس او الواي كروموسوم. ففي عندنا لكل جزء انا معنية فيه، في عندي نوع صبغة معينة بتصبغ للجزء اللي بدي اياه، وبالتالي بقدر استخدمها في رؤية او بقدر استخدمها في مجال الفلوريسنس مايكروسكوب. نقطة أخيرة بس حكي لي إياها هون عن الفلوريسنس مايكروسكوب، أيضا أحد استخداماته إني أنا بقدر أستخدمه في مجال الأنتيبودي. يعني أنا على سبيل المثال معنية إني أشوف بروتين معين، وعشان أشوف هذا البروتين بدي أروح أوجه عليه أنتيبودي. فالانتيبادي اللي بدي ادخله على الخليه تروح تمسك لي في البروتين اللي انا معنيه فيه، هذا الانتيبادي هو اللي انا بصبغه في الصبغه اللي بدي اياها. فمثلا عندي بروتين A، راح اروح اوجه انتيبادي يكون سبيسيفيك فقط لبروتين A، بس هذا الانتيبادي اللي بدي افوته على الخليه حيكون موجود عليه او بيكون كونجوكيتد بالصبغه اللي انا بدي اياها. هذا الاشي حنيجي له بتفاصيل اكثر ممكن بعد بكره او في المحاضرات القادمه لما نحكي عن الاميونوهيستوكيمستري. بس مبدئيا البعينين اللي تعرفوا عن الفلورسنت مايكروسكوب انه في عندنا مجموعه من الصبغات المختصه،
هاي الصبغات وقت ما أنا أوجه عليها الأشعة القادرة على تهيجها مثل اليو في لايت راح تتهيج وراح تقوم بإشعاع مقابل، هذا الإشعاع بطول موجي أنا كإنسان قادر على إني أميزه وقادر على إني أشوفه. هاي الميكروسكوبات نتيجتها النهائية، أو خليني أحكي الفاينل ريزلت اللي بتعطيني إياها، تكون بلاك باك جراوند، والجزء اللي أنا معنية في رؤيته بيكون عم يشع أو بيكون عم يضوي. والمصدر الضوئي في هذا النوع من الميكروسكوبس هو اليو في لايت. إذا فيش حدا يا جماعة عنده سؤال عن الفلورسنس مايكروسكوب بدنا نوقف المحاضرة لحد ما، بس قبل ما نوقفها في عندنا هذول الصورتين مثال على استخدام الفلورسنس مايكروسكوب. فمثلا هنا صابغ مجموعة من الخلايا، النواة صابغها في اللون الأزرق، والسيتوسكيليتون للخلية صابغه في اللون الأخضر. فظاهر عندي شكل الخلايا في الشكل اللي أنتم شايفينه، السيتوسكيلتون عم يضوي في اللون الأخضر والنيوكلياس عم تضوي في اللون الأزرق. نفس الشيء هون صابغ لي النواة في اللون الأصفر وما يحيط فيها في الخلية في اللون البرتقالي. فهذا مثال على كيف الشكل بيطلع في الفلوريسانس مايكروسكوب. فيا جماعة إذا فيش حدا عنده سؤال عن الفلوريسانس مايكروسكوب أو عن اللي حكيناه اليوم، بدي أحكي لكم شوي عن البروجكت وعن الامتحان. في حدا عنده أي سؤال؟ دكتور أنا عندي سؤال. تفضلي. هلا الميكروسكوب الإشعاعي والميكروسكوب الافتراضي يعتبروا فرع من فروع يعني الضوئي؟ الافتراضي والإشعاعي، هلأ شوفي الافتراضي بيختلف عن الضوئي في مبدأ عمله. يعني اوكي مثلا في عندي اللايت بلب سورس هو نفسه الأشعة كيف تطلع هي نفسها، ولكن كيف أنا يعني بتعامل مع الأشعة اللي بتطلع هذا اللي بيفرق. يعني في حالة اللايت مايكروسكوب الأشعة بتطلع بتروح على الأي بي فأنا بشوفها من الأي بي، في حالة الفيرتشوال الأشعة حتطلع تمر عبر السلايدر وهاي الأشعة حآخذها وحأقوم بمعالجتها باستخدام الذكاء الصناعي عشان أطلع الصورة اللي أنا بدي إياها. أما في حالة الفلورسنت في عندنا اختلاف كثير كبير، المصدر الضوئي مختلف، الآلية بتشتغل فيها مختلفة، بس المهم إنه بيضلوا أنا في عندي ضوء عم يتفاعل مع الكشف، هذا المبدأ الأساسي. يعني أنا قصدي إحنا حكينا إنه بأول المحاضرة إنه نوعين إلكتروني وضوئي، فهلأ هدول بيندرجوا تحت الضوئي يعني؟ بيندرجوا تحت الضوء لأنه أنا المبدأ موجود عندي إنه في عندي ضوء وهذا الضوء عم يتعامل مع الكشف، هذا هو المبدأ الأساسي. تمام، في حد عنده أي سؤال آخر يا جماعة؟ دكتورة في عندي سؤال بشابتر 2 بالمحاضرة اللي مركت مضت، سؤال بسيط يعني. تفضل تفضل. هسه دكتورة الهيموتوكسيلاين نقدر نعتبره كونتينر ستان لأنه مش موجود بالسلايدات. نعتبرها كونتينر ستين قصدك كاونتر؟ كاوتن. ايوه بنقدر بس على حسب انت كيف يعني على حسب البروسيجر اللي انت بتمشي فيه. يعني مثلا اذا انت اشتغلت انك حطيت الاول بالاول الايو سيم، صبغت في الاول في صبغة الايو سيم وبعدين استخدمت الهيماتوكسيلين، وقتها بتعتبر الهيماتوكسيلين كاونتر ستين. بس اذا انت بدأت في الهيماتوكسيلين وكانت الصبغة اللي استخدمتها ثانيا هي الايو سيم، بتكون الايو سيم هي الكاونتر ستين. كاونتر ستين هو مصطلح عام بطلقه فعليا على الأشياء اللي بستخدمها، أو يعني على الصبغة اللي بضيفها فيما بعد. الصبغة اللي بستخدمها في الأول ما بطلق عليها اسم كاونتر ستين. وتحط يعني دكتورة بقدر أقول إنه الكاونتر ستان للصبغة الثانية صح اللي بصبغها للتشو. بضيفة صح. يعني إذا أنا استخدمت مثلا هيماتوكسيلين على سبيل المثال وصبغت الأسيد فيوشين وبلشت في الأسيد فيوشين ومن ثم أضفت الهيماتوكسيلين، فأكيد الهيماتوكسيلين هي الكاونتر ستين. فالكاونتر ستين هو مصطلح عام بعبر فيه عن الصبغة اللي بستخدمها ثاني إشي، يعني الصبغة اللي بضيفها بعدين هي اللي اسمها كاونتر ستين. تمام تمام دكتورة، وضحت وضحت. تمام
نيجي هلا يا جماعة بما يتعلق في البروجكت وما يتعلق في الامتحان. الامتحان بس كمان مرة